السلام عليكم، اهلا بيكم حلقه جديده من خدوا بالكو من عيالكو. النهارده هنتكلم عن سرطانات الكلى. اي نعم هما كذا نوع، لكن احنا هنتكلم عن اكتر الانواع انتشارا، وعلشان كده مش هنقول اي فئات عمريه لان كل نوع وليه الفئه العمريه بتاعته، لكن تعالوا نعرف ازاي نقدر نكتشف اكتر الانواع انتشارا. للاسف هو ملوش علامات معينه، يعني هتلاقوا أغلب الأعراض ما بين وجع في بطن الطفل اللي هتكون ورمة وفي كتلة تحتها أو كلكيعة، أو هتلاقوا ساعات دم في البول أو سخونية أو غثيان وقيء، أو إن الطفل يكون همدان شوية أو إن ضغطه يعلى. وبنسبة قليلة جدا 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 ممكن يكون عند الطفل أعراض تانية بتحصل مع سرطان الكلى من النوع ده. طب إيه هي الأعراض دي؟ أول حاجة ممكن الطفل ما يكونش عنده نني في العين، يعني عينه اللي فيها الدايرة الملونة اللي بتبقى زرقاء أو بني أو خضراء بتبقى موجودة، لكن الدايرة الصغيرة اللي جواها ما بتكونش موجودة. تاني حاجة مشكلة في أعضاءه التناسلية، زي مثلاً إن حجمهم أو شكلهم يكون غير طبيعي. تالت حاجة التأخر العقلي، زي إنه الطفل يكون مش بيفهم أو مش بيتجاوب زيه زي الأطفال اللي في سنه. رابع حاجة إنه في بعض الأحيان ممكن نلاقي عند الطفل إيد أطول من إيد ورجل أطول من رجل، أو السرة طالعة لبرة، أو الفك واللسان طالعين لبرة، وخصوصاً لو الطفل كان مولود وزنه كبير أو سكره في الدم قليل. وكل دي أعراض زي ما قلنا بتحصل في نسبة قليلة جداً 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 من الأطفال، سواء كان ولاد أو بنات، بس إحنا قررنا نقولها علشان لو صدفة إن النسبة القليلة دي حصلت مع طفل نعرفه نكون عارفينها، لكن اللي بيحصل غالباً هو موضوع البطن اللي بتوجعه وبتكون منتفخة وتحتيها كتلة. طيب، في نقطة كمان مهمة جايين ننوه عنها النهاردة، وهي السيناريو اللي جاي. طفل بطنه كانت منتفخة ووجعاه، ولما راح للدكتور طلب أشعة واكتشف منها إن الكلية متضخمة ولازم تتشال بجراحة. لحد هنا الأهل ممكن يوافقوا ويعملوا العملية للطفل، وبعد كده يكتشفوا إن الورم لسه موجود أو إن الورم راح للرئتين ويتخضوا، إزاي الورم لسه موجود وإحنا شلنا الكلية؟ علشان كده جايين النهاردة نقول لكم النصيحة دي. أرجوكوا لو فعلا الطفل تشخص إن عنده ورم في الكلية أو إنها متضخمة أو شكلها غير طبيعي لأي سبب، خدوه واطلعوا على أي مستشفى أورام كبير في البلد. طب ليه؟ مش العملية مهمة؟ آه مهمة، وعلى فكرة هي جزء من العلاج في النوع اللي احنا بنتكلم عنه، لكن الفكرة إنه لو الكلية شكلها مش طبيعي أو متضخمة هتحتاجوا دكتور أورام، علشان طالما الكلية كده كده هتتشال بعملية، دكتور الأورام بيحدد حاجات معينة تتشال معاها جوه العملية، وبيطلب حاجات معينة في التقرير اللي بيطلع بعد العملية. وكمان لأن الكلية بعد ما بتتشال بتتاخد علشان تتحلل، علشان الطبيب يعرف هيحتاج يعالج بعد كده بأنهي نوع من أنواع العلاج، وكمان علشان يعرف إذا كان الورم وصل للرئتين ولا لأ، علشان لو وصل للرئتين هيبدأ يحطهم في خطة العلاج. ممكن يكون الكلام اللي بنقوله غريب إنكوا تلاقوه في فيديو زي بتاعنا، لكن لقينا إن النصيحة دي هي أهم نصيحة الأهل مهم يطلعوا بيها لو لا قدر الله ابنهم اتشخص بالمرض ده، وعلشان كده قررنا إن احنا نقولها لكم النهاردة. ربنا يحفظ أطفالنا جميعا، ونتمنى إنكم تتابعونا في كل الحلقات اللي جاية علشان تستفيدوا من المعلومات اللي بنقولها. نشوفكم الحلقة الجاية.